أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: يا شيخنا، يحصل من بعض طلبة العلم الصغار التكلم في العلماء الراسخين في العلم، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلموا أن الكلام هذا شر عليهم وعلى غيرهم. هذا أول شيء، أنه من الغيبة، والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. وغيبة لمن؟ غيبة للعلماء الذين هم القدوة. ثانيا، يترتب على هذا إساءة الظن بالعلماء وعدم الثقة بقولهم، وحينئذ يحصل الانفصال بين العامة وبين العلماء، فحينئذ يتدخل الأشرار. وهذا قصدهم أنهم يعزلون المجتمع عن العلماء حتى يبثوا سمومهم في المجتمع، هذا القصد. فعلى الشباب أنهم يتنبهون لهؤلاء، وأن يحذروهم، وأن يلازموا العلماء أينما وجدوهم، يلازمونهم ويأخذون العلم عنهم ويسألونهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.